في المشهدية. في المشهد الساخن، العرض الأكبر للبحرية الروسية في يومها، ما هي رسائل موسكو للحلفاء والخصوم؟ في المشهد السياسي، حضور حاشد في المؤتمر القومي العربي، ما المطلوب لتعزيز الحضور القومي في قضايا الأمة؟ في المشهد الاقتصادي، مصارف مركزية تبدأ بالتخطيط لإصدار عملاتها الرقمية الخاصة، ماذا عن النتائج المرجوة والمخاطر الاقتصادية المتوقعة؟ في المشهد الإنساني، في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، أرقام المهددين بالإتجار بهم تتزايد، كيف يمكن مواجهة هذا التمدد؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.